بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 75. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة ولا تؤخذ أصبع بأصبع إلا أن يتفق الاسم والموضع. بسم الله الرحمن الرحيم. من شرط القصاص في الأطراف الاتفاق في الاسم، كاليمنى باليمنى والشمال بالشمال، فلا يؤخذ مع اختلاف الاسم، فلا تؤخذ اليمنى بالشمال لاختلاف الاسم، ولأن اليمنى أكثر نفعاً من الشمال. والاتفاق في الموضع أيضاً، إذا اختلف الطرف مع الطرف في الموضع فلا تؤخذ الأصبع الإبهام بالأصبع الوسطى أو الخنصر أو البنصر، اختلاف الموضع. كذلك الأسنان، الأسنان العليا والأسنان السفلى، لا يؤخذ شيء من العليا بشيء من السفلى أو بالعكس، أو شيء من الثنايا بشيء من الأضراس أو الضواحك. لا بد أن تفق الطرفان في الاسم وفي الموضع، ثنية بثنية، عليا بالعليا والسفلى بالسفلى، لأن القصاص يجري على العدل والتماثل، فإذا اختلف الاسم لم يكن هناك عدل، أو اختلف الموضع لم يكن هناك عدل، فلا يجوز القصاص مع الاختلاف. كذلك العين اليمنى بالعين اليمنى، العين اليسرى بالعين، هكذا. نعم. ألا تؤخذ الأصبع بأصبع إلا أن يتفق الاسم والموضع، ولا تؤخذ أنملة بأنملة إلا أن يتفق في ذلك. كذلك الأنامل، وهي مفاصل الأصابع، فلا تؤخذ أنملة مختلفة عن الأنملة المعتدى عليها، فلا بد أن يتفق أنملة من الإبهام بأنملة من الإبهام، ولا تؤخذ أنملة من الإبهام بأنملة من الأصبع السبابة أو الوسطى أو الخنصر. نعم. ولا تؤخذ العليا بسفلى ولا وسطى، كالأسنان مثلا، الأسنان العليا والأسنان السفلى، الجفن الأعلى من العين بالجفن الأسفل، كل شيء لا بد أن يؤخذ بنظيره. نعم. وكذلك الوسطى والسفلى لا يؤخذان بغيرهما. نعم. ولا يؤخذ السن بالسن إلا أن يتفق موضعهما واسمهما كما تقدم. نعم. ولا يؤخذ سن ولا أصبع أصليا بزائدة ولا زائدة بأصلية ولا زائدة. هناك أصابع زائدة خلقة، فإذا قطع أصبعا زائدة عمدا عدوانا فلا يجوز أن يقتص من الجاني بأصبع أصلية لعدم التماثل، ولأن الأصلية أكمل وأنفع من الزائدة. ولا تؤخذ زائدة بأصلية أيضا، ولا تؤخذ زائدة بزائدة إلا إذا تشابها. نعم. ولا زائدة بزائدة بغير محلها لما ذكرناه. فلا يؤخذ زائدة في اليد أصبع زائدة في اليد بأصبع زائدة في الرجل مثلا، اختلاف الموضع، كل منهما يسمى أصبعا زائدة، لكن الموضع
مختلف. نعم. مثلا ولا تؤخذ الى مثل اصابع بناقصه لانها فرض حق. لا تؤخذ يد كامله الاصابع بيد ناقصه الاصابع لان الكامله فيها ازيد من حقه. نعم. بخلاف العكس تؤخذ يد ناقصة بيد كاملة إذا رضي المجني عليه لأنه رضي ببعض حقه. نعم. ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة لأنها فرض حقه والقصاص بأحد منهما ثلاث. مسألة ولا تؤخذ صحيحة بشتان. الصحيحة هي العضو المتحرك الذي ينتفع به صاحبه، والشلة هي العضو الذي لا حركة فيه، مشلول لا حركة فيه، فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلة لأن الصحيحة أكمل، فإذا أخذت صار بذلك حيف في القصاص. نعم. لا تؤخذ صحيحا بشلاء لأنه يأخذ كاملا بناقص وذلك فرض حقه. مسألة وتؤخذ ناقصة بالكاملة. العكس يجوز لأنه رضي ببعض حقه، فإذا جنى أشل على صحيح وقال الصحيح أنا أريد أن أخذ الشلاء بيدي المقطوعة الصحيحة فلا بأس لأنه رضي ببعض حقه. نعم. إذا كان المجني عليه صحيح العضو من يد أو رجل والجاني أشل فإن المجني عليه يخير، إن شاء الدية أخذ الدية وإن شاء أن يقتص فله ذلك لأنه رضي ببعض حقه وليس بذلك حيف. نعم. المجني عليه مخير بين أخذ بيده وبين قطع ناقصة لأنها دون حقه ويأخذ قرش الأصابع المقطوعة على قطع النكام، وقياس قول أبي بكر ليس له مع قطع أرش لأن لا يجمع بين قصاص ودية. نعم هذا هو الصحيح انه ما يجمع له بين مال وقصاص بل يقال له انت اسقطت حقك ليس لك شيء. نعم. مثلا وتؤخذ الشلاء بالصحيحه اذا امن التلف. نعم. فان كان القاطع اشل والمقطوعه سالمه فاختار المجني عليه بيد يده فله ذلك لا نعلم فيه خلافا لأنه عجز عن استيفاء حقه على الثمان في القصاص فكانت له دية كما لو لم يكن للقاطع يد، وإن اختار القصاص فله ذلك لأنه رضي بدون حقه. اللهم إلا أن يخاف من القصاص التلف بقول أهل الخبرة أنه إذا خطب لم تنسد العروق ودخل الهواء إلى البدن فأفسدت فإنه يصح القصاص. يعني من شرط القصاص من المشلول في عضوه أن يؤمن تعدي الضرر لأن تندمل العروق بعد القطع ولا يحصل ضرر، فإن لم يؤمن الضرر بأن يخشى أن لا تندمر العروق لأنها شلة ولا تنسد العروق فيدخل الهواء إلى جسمه فيفسده، حينئذ لا قصاص، تعذر القصاص فيعدل إلى الدية. نعم. فإنه يسقط القصاص لأنه لا يجوز أخذ نفس بضرر. نعم. وإن أمن هذا كله فله القصاص وليس له أرض معه لأن الشلاء
كالصحيحة في الفضة، وإنما نفقت عنها في صفة فلم يكن له أرش، كما لا يأخذ ولي المسلم مع القصاص من الذمي أرشا لنفس الكفر. نعم، لو جنى كافر على مسلم فهنا المسلم أكمل، فإذا رضي وليه بالقصاص من الكافر فله ذلك، وليس له أن يأخذ باقي الدية، لأنه لا يجمع في جناية واحدة بين عقوبتين، عقوبة بالمال وعقوبة بالقصاص. نعم. وقال أبو الخطاب أنه يأكل غرش الشداد مع القصاص على قياس قوله في عين الأعور إذا خلعت. نعم. والأول أصح، لأن إلحاق الضرر بالأصول المتفق عليها أولى من إلحاقه بفرع مختلف فيه خارج عن الأصول. نعم. أصلا، وإذا قطع بعض لسانه أو مارينه أو شفته أو حشفته أو أذنه قبل منه يقدر بالأجزاء. إذا قطع بعض العضو، إذا قطع الجاني بعد بعض العضو ولم يستكمله كبعض الأنف وبعض حشفة الذكر فإنه وبعض اللسان فإنه ينظر، ينظر أهل الطب مساحة المقطوع ويؤخذ من الجاني بقدره، فيقطع من لسانه بقدر ما قطع من لسان المجني عليه، يقطع من أنفه بقدر ما قطع من أنف المجني عليه، وهكذا. نعم. فمثلا إذا أخذ ربع الأنف يؤخذ من الجاني ربع الأنف، إذا أخذ ربع اللسان يؤخذ من الجاني ربع اللسان، فيقدر هذا بالمساحة التي ذهبت من العضو بالسنتي مثلا. نعم، سنتي مات. نعم. لأنه أمكن القصاص في جميع فأمكن في بعضه كما في السن يقدر ذلك بالأجزاء. كذلك لو أنه كسر سن المجني عليه فإنه ينظر كم ذهب من السن فيقتص منه بقدره، نصف السن، ربع السن، ثلث السن، وليس معنى ذلك أنه يكسر في القصاص، وإنما يبرد بالمبرد بقدر ما جنى على المجني عليه. نعم. كما في السن يقدر ذلك بالأجزاء أو يؤخذ منه بالحساب، فإذا قطع ربع لسان قبل من لسان الجاني ربعه، وإن قطع نصفه قبل نصفه، أو ثلثه قبل ثلثه، وكذلك سائرها. إن كان يعرف هذا بالأجزاء كالنصف والربع والثلث والثمن عمل به، وإن لم يعرف بالأجزاء فبالمقدار، بالسنتيمات، ثلاثة سنتي، سنتي واحد، سنتيين، هكذا. نعم، الأطباء يعرفون هذا. نعم. لا، هذا يقولون خاصا بالسن، أما غير السن فلا يجري فيه قصاص، في كسر العظام ما يجري فيه قصاص، وإنما فيه حكومة، يعني أرش لعدم المماثلة في القصاص، مع أن هذا ممكن في من قديم أنه يقطع، لكن مع هذا ما قالوا بالقصاص في العظام ما عدا السن. نعم. ولأن السن جاء فيه حديث تكسر ثنية الربيع، جاء فيه حديث، فهم وقفوا مع الحديث وخصصوا بالسن. نعم. ولا يؤخذ شيء من ذلك بالمساحة لما يأتي. نعم.
مسألة، وإن أخذ بيده أخذ بالقسط منها، أخذ ديته أخذ بالقسط منها. فإذا كان أو نصف الدية، الربع له ربع الدية، وهكذا، لأن ما كان في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة، مثل اللسان والذكر، هذا فيه دية كاملة، لأنه ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد. فإذا قطع بعضه أخذ من الدية بمقدار المقطوع، ربع، نصف، ثلث، وهكذا. نعم. يعني إن قطع الجاني نصف الإنسان أخذ منه نصف ديته، وإن كان أكثر أو أقل فبالحساب، وكذلك سائرها. مسألة، وإن كسر بعض سنه، كسر، وإن كسر بعض سنه، أريد برد من سن الجاني لله إذا أمن اقتداؤها. نعم. وذلك لأن القصاص جاز في بعض السن، لأن أبي كسرت سن جارية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص. وما جرى القصاص في كلته جرى في بعضه إذا أمكن، كالأذن، فيقدر ذلك بالأجزاء، فيؤخذ النصف بالنصف والثلث بالثلث، وكل جزء بمثله. ولا يؤخذ ذلك بالمساحة، فإذا يفضي إلى أخذ جميع سن الجاني ببعض سن المجني عليه، لأن المساحة تختلف بين الجاني والمجني عليه، ربما يكون سن المجني عليه أكبر من سن الجاني، وسن المجني وسن الجاني صغير، فإذا أخذنا بالمساحة يستدعي هذا أن نأخذ سن المجني عليه كله ببعض سن الجاني. نعم. ويكون القصاص بالبرد ليؤمن أخذ زيادة. نعم، لا يكون القصاص في السن بالكسر، وإنما يكون بالبرد، يعني استعمال المبرد، المنشار، منشار العظام. نعم. ويكون القصاص بالبرد ليؤمن أخذ زيادة، فإنا لو أخذناها بالكسر لم يؤمن أن يتصدع أو ينقلب أو ينكسر من غير موضع القصاص، ولا يؤخذ بعضها قصاصا حتى يقول أهل الخبرة إنه يؤمن قلاعها أو السداد فيها، يعني توهم الزيادة يمنع القصاص في الأعضاء، كما لو قطعت يده من غير مقصد. مسألة، ولا يقص من السن حتى يئس من عودها، إن كانت السن تنبت مثل سن الصغير فلا قصاص، فإذا نبتت لا قصاص، لكن يؤخذ من الجاني الأرش. أما إذا كانت السن لا تنبت مثل سن الكبير فهنا يجري القصاص. نعم. حتى ليأس من عودها لأن يكون قد أبقى، أي سقطت رواضعه ثم نبتت، فإذا سقطت قيل تبقى، فإذا نبتت قيل أبقى. نعم. فإن قلع سن من لم يقلع، لم يقلع سن المجني، لم يقلع سن الجاني في الحال، لأنها تعود بحكم العادة. العادة أن الصغير تسقط أسنانه الأولى ويأتي بعدها أسنان تستمر، فإذا قلع سنا من صغير يرجى أن ينبت مكانه فإنه ينتظر، فإن رجعت فلا قصاص، وإن لم ترجع فإنه يقتص منه. نعم. فإن قلع سنا من لم يقلع سن الجاني بالحال، لأنها تعود بحكم العادة، وما يعود لا يجب ضمانه كالشعر. وينظر، فإن عاد بدل السن في محلها على صفتها فلا شيء على الجاني، وإن عادت مائلة عن محلها أو متغيرة عن صفتها كان عليه حكومة.
يعني أرش. نعم. كأنها لو لم تعد ضمن السن، فإذا عادت ناقصة ضمن ما نقص، وإن عادت قصيرة ضمنه في الحساب، ففي نصفها نصف ديتها. وكذلك على هذا، وإن مضى زمان عودها ولم تعد، سئل أهل العلم بالطب فإن قالوا قد يؤس من عودها، فالمجني عليه بالخيار بين القصاص أو دية السن. نعم. فأما إن قلع سن من قد أكبر، فقال القاضي سئل أهل العلم والخبرة، فإن قالوا لا تعود أبدا فله القصاص بالحال، وإن قالوا يرجع عودها إلى وقت ذكره لم يقتص حتى يأتي ذلك الوقت، فإن لم تعد وجب القصاص، وإن عادت لم يجب قصاص ولا دية، لأنها سن عادت فسقط شبهة كسن من لم يطلب. فإن كان أخذ الأرش قده، وإن كان استوفى القصاص فقد بان أنه كان غير مستحق له، لأن القصاص لم يجب عليه لأنه لم يقصد التعدي، وعليه الدية لأنه أخذ ما لا حق له فيه. مسألة. ولا يقتص إلى الجرح حتى يقع. نعم. لما روى جابر رضي الله عنه، إذا جرح المجني عليه جرحا يفضي إلى مفصل أو إلى عظم وجب القصاص، ولكن لا يقتص منه إلا بعد أن يلتئم الجرح ويبرأ لئلا يزيد عن أو يفضي إلى تلف النفس، لأنه ما يدرى ماذا يؤول إليه، ربما أنه يسري ويسقط العضو أو يموت الإنسان، فينتظر نهاية هذه الجناية. فإذا برأ وتلائم وعاد كما كان، إنه يقتص من الجاني بأن يجرى القصاص إلى العظم أو إلى المفصل الذي انتهى إليه جرح المجني عليه، وبالمساحة أيضا، مسافة الجراحة يؤخذ بقدرها. نعم. ولا يقتص من الجرح حتى يرضى، ما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقال من الجارح حتى يرضى المجروح، والنهي يقتضي التحريم، لأنه ما يدرى ما يعني ما يدرى متى أو إلى حد إلى أي حد تنتهي هذه الجراحة، ربما تسري إلى العضو أو إلى النفس. نعم. لأن الجرح لا يدرى أقتل هو أم ليس بقتل، فينبغي أن ينتظر ليعلم ما حكمه وما الواجب فيه. ليعلم. ليعلم ما حكمه وما الواجب فيه. مسألة. سراية القود مهدرة، والسراية معناها أن ينتشر ضرر الجرح على العضو أو على بقية الجسم، ربما يتعيب بالشخص أو يموت، هذه تسمى السراية. سراية القود مهدرة، فلو اقتص من شخص ينقطع طرفا منه فتآكل العضو وسقط، أو مات الشخص فلا ضمان على المقتص لأنه مأذون له بالقصاص، وما ترتب على المأذون فهو هدر، إلا إذا كان تعدى بالقصاص، إذا كان تعدى بالقصاص ونشأ عن ذلك تلف فإنه يقتص منه، لأن هذا فعل غير مأذون، ما ترتب عليه فهو مضمون. نعم. أما إذا كان القصاص جاريا على العدل وعلى المماثلة ونشأ عنه تضرر من
المقتص منه فلا ضمان على المقتص. نعم. طرفا يجب القضاء فيه فاستوفى منه المجني عليه ثم مات الجاني بسراية الجرم لم يلزم المستوفي شيء. نعم. وروي ذلك عن ابي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهما ولما روي ان عمر وعلي رضي الله عنهما قال من مات من حد او قصاص لا دية له الحق قتله. نعم. كمن أقيم عليه الحد بالجلد مثلا نشأ عن ذلك موت المحدود فلا شيء على من أقام الحد لأن الحق قتله ولأن هذا فعل مأذون به شرعا فما ترتب عليه فهو هدر. نعم. كما لو قطعت يد السارق فأفضى ذلك إلى موته فإنه لا ضمان لأن هذا فعل مأذون به شرعا بل واجب شرعا فلا يضمن ما ترتب عليه. نعم. مسألة وسراية الجناية مضمونة. أما سراية الجناية فهي مضمونة فلو قطع أصبعا من إنسان وسرى ذلك إلى جسمه ومات فإن هذا يعتبر قتلا فهو مضمون لأن الجناية غير مأذون فيها هي تعدي فما ترتب عليها فإنه يكون مضمونا. قال أنا ما غير قطعت من أصبع كيف تؤاخذونني بما زاد على فعلي هذا؟ نقول هذا مترتب على فعلك وما ترتب عليه فأنت مسؤول عنه ما ترتب عليه ما ترتب على العدوان فهو مضمون لأنه لولا فعلك هذا ما حصل هذا الشيء. نعم. فإذا قيل لك هل السراية مضمونة ولا مهدرة تقول السراية في القود مهدرة والسراية في الجناية مضمونة. قيل لك ما الفرق؟ تقول السراية في القود مأذون في الأصل فما ترتب عليه فهو هدر وسراية الجناية غير مأذون في الأصل فما ترتب عليه فهو مضمون. نعم. والعاقلة لا تتحمل العمد والعاقلة هم قرابة الجاني عصبته عصبة الجاني إنما يتحملون الخطأ فقط أما العمد فإنه يكون على الجاني ولا على عصبته شيء لأنه غير معذور. نعم. وإنما لم يجب القصاص لعدم التماثل بالقطع والشل. نعم. وإذا شل جميع كفه فعفى عن القصاص استحق نصف الدية باليد وإن استوفى من الأصبع كان له أربعون من الإبل بالأصابع الأربعة ويتبعها أربعة أخماس الكف. نعم. خمسة الكف الذي يختص الأصبع الذي يختص
يخص منها فيها وجهان، أحدهما يتبعها في الأرش فلا يستحق فيه شيء. الأصابع أصابع اليدين أو أصابع الرجلين فيها الدية كاملة، فيها الدية كاملة 100 من الإبل، وفي كل أصبع منها هي 20 أصبعا، في كل أصبع منها كم؟ 5 من الإبل. فإذا قطع أصبعا واحدة ففيها 5 نعم هي 20 أصبع، 20 أصبع فيها 5، كل أصبع فيه 5، 10 أصابع في اليدين و10 أصابع في الرجلين. فإذا أزال أصابع اليدين وأصابع الرجلين جميعا فليس فيها إلا دية واحدة، صارت 20 أصبع، 20 في اليدين و20 في الرجلين. أما إذا أزال أصابع اليدين فقط ولم يزل أصابع الرجلين فهذه 10 أصابع، في كل واحد منها 10 من الإبل، في كل واحد منها 10 من الإبل، توزع الدية على عدد الأصابع وهي 10، كل واحد منها 10 من الإبل، وفي كل أنملة 1/3 الدية إلا الإبهام ففيه مفصلان فقط، ففي كل مفصل من الإبهام 1/2 الدية، 5 من الإبل. نعم. أما خمسة الكف الذي يختص الأصبع الذي اختص منها ففيه وجهان، أحدهما يتبعها من أرش فلا يستحق فيه شيء، والثاني لا يتبع ويجد الحكومة، لأن ما يقابل الأربع يتبعها في الأرش لاستوائهما في الحكم. فأما إذا اختص فحكمها مختلف وتجب فيه الحكومة. الحكومة يعني الأرش، الحكومة يراد بها الأرش يعني العوض المالي يقدر عند أهل الخبرة. نعم. مسألة، إلا أن يستوي قصاصها أو لوطها فيسقط ضمانها. إذا استعجل المجني عليه واقتص قبل أن يبرأ ثم إن الجراحة أو الجناية سرت فليس له شيء. لماذا؟ مع أنها سراية جناية، لأنه استوفى قبل وقت جواز الاستيفاء فيكون معتديا فليس له شيء فيما ترتب على الجناية بعد ذلك، لأنه مأمور أن ينتظر حتى يبرأ جرحه، لكنه أبى أن ينتظر واستعجل واقتص، فالجاني لا يضمن سراية الجناية بعد ذلك بعد القصاص. لأن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كسرت أو قطعت شيء من رجله فطلب القصاص، أو جرح فطلب القصاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالانتظار فأبى أن ينتظر وطلب القصاص، فأجرى له النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. ثم جاء بعد ذلك وقال إن رجلي عرجت، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم عرجه. نعم. ليس لك شيء إنك عجلت. رواه سعيد بن سلام. رواه الدارقطني
بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه. ثم جاء ذلك فقال يا رسول الله حرجته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبقى العرج. ثم نهى أن يمتص من عرج حتى يرى صاحبه وهو دليل على سقوط حقه. نعم. مسألة عجيبة. إذا قلها سن إنسان فقلها الإنسان سن الجاني ثم عادت سن المجني عليه فقلعها الجاني ثانية فلا شيء على واحد منهما، لأن سن المجني عليه لما عادت وجب عليه دية سن الجاني، فإذا قلعها الجاني وجب عليه ديتها، فيصير لكل واحد منهما دية سن على الآخر فيقتصان فيقاصان. يتقابلان يعني يتقابل أن فلا شيء لأحدهما على مقاصة، تسمى المقاصة. مثل لو كان لك دين على شخص 10 ريال على محمد، ومحمد يطلب منك 10 ريال، كل واحد عنده للثاني 10، تقاصان ولا شيء لأحدهما على الآخر، هذا يسمى المقاصة. نعم. فهؤلاء وجب لكل واحد منهم دية السن فتقاص. نعم. ديات جمع دية. وأصلها ودية بالواو، من ودى يدي إذا دفع الدية، تقول وديت فلانا بمعنى دفعت ديته. ثم حذفت الواو من أول المصدر وعوض عنها الهاء فقيل دية، أصلها ودي، مصدر ودي، ودا يدي وديا، فحذفت الواو التي في أول المصدر وعوض عنها الهاء التي في آخره فصارت دية. والدية هي المال الذي يدفع في مقابل الجناية، سواء كانت جناية على النفس أو جناية على المنفعة أو جناية على الطرف، هذه تسمى الدية. قال الله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فأوجب الله في قتل المؤمن خطأ شيئين، الشيء الأول الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة على الجاني، فإن لم يجد الرقبة فصيام 2 شهرين متتابعين، هذا على الجاني. والشيء الثاني الدية، دية مسلمة إلى أهله، وهذه ليست على الجاني وإنما هي على عاقلته وهم ذكور، وهم ذكور عصباته كما سيأتي. نعم. كتاب الديات. والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب الآية التي سمعتم، والسنة كما في قوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، أو فأهله بين خيرتين، إما أن يودى وإما أن يقتص. يودى يعني تدفع ديته. نعم. أما الكتاب فقوله سبحانه ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا الآية. وأما السنة فما روى أبو بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات، فقال فيه إن في النفس
الشافعية لعدمها الفكر وراء النسائي ومالك في الموضع. هذا كتاب عمرو بن حزم المشهور، لما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن واليا عليها كتب له كتابا بيّن فيه صلى الله عليه وسلم فرائض الزكاة، وبيّن فيه الدية وما يجب في الجنايات، وهو المشهور بكتاب عمرو بن حزم، تلقته الأمة بالقبول واشتهر شهرة تغني عن السند كما ذكر أهل العلم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. هذه الجملة من كتاب عمرو بن حزم أيضا. نعم. مسألة دية الحكم المسلم 1000 أو 12 درهم أو 100 من الإبل. نعم، هذه أصول الدية. اختلف العلماء هل الدية أصل واحد وهو الإبل فقط وما عداها فهو تقويم لها، أو هي أصول خمسة مقدرة من الذهب ومن الفضة ومن الإبل ومن الغنم ومن البقر. جاء في الحديث هذا وهذا، جاء تقديرها بالإبل فقط وجاء تقديرها بخمسة هذه الأشياء يسمونها أصول الدية. فمن العلماء من يقول إن الدية هي هذه الأصول، إما هذا وإما هذا، والصحيح أن الأصل هو الإبل، وأما ما ذكر معها فإنما هو تقويم لها في ذلك الوقت، فيكون الأصل 100 من الإبل وتقوم في كل وقت بما تساوي، فهي تزيد وتنقص من النقود حسب قيام الإبل، تزيد الدية وتنقص بحسب قيام الإبل، لأن الإبل هي الأصل. هذا هو الصحيح وهو الذي ينضبط أيضا، نعتبر 100 من الإبل، وهذه 100 ينظر أهل الخبرة بأقيام الإبل فيقدرونها في كل وقت بحسبه. نعم، الإبل تختلف باختلاف العمد وشبه العمد، والخطأ تكون أرباعا وتكون أخماسا وتكون أثلاثا، متفاوتة بحسب الجناية، وهو ما يسمونها بالمغلظة وغير المغلظة. نعم، ما هي على سن واحد، لا. ألف المثقال يعني 1000 دينار، لأن المثقال دينار إسلامي. نعم. أو 12000 درهم. نعم، من الفضة، يعني 12000 درهم من الفضة أو 1000 مثقال من الذهب، والمراد بالدرهم الدرهم النبوي، درهم النبوي الذي كل 3 منه تقريبا يساوي الريال السعودي. نعم. شوف، الإبل تكون أسنان مختلفة بحسب الجناية، تكون أثلاثا وتكون أرباعا وتكون خماسا. نعم. فإن كانت دية عمد فهي 30 حقة و30 جدعة و40 خلفة. خلفة. نعم. وهي بحرام بما روى عنه شعيب. هذه مغلظة، هذه دية مغلظة.
30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، يعني ذات لبن، يعني والد. هذه مغلظة. هذه الأثلاث تثمن بالدراهم في كل زمان بحسبه في العمد. نعم. لما روى عمرو بن صعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء مقتضى، دفع دفع هو اللي يدفع، نعم، دفع إلى أولياء مقتضى فإن شاء قتله. دفع، لا صارت دفع، يعني دفع هو، ها؟ نعم. دفع إلى أولياء المقتول فإن شاء قتلوا وإن شاء أخذوا بها، وهي 30 حقة و30 جدعة و40 خليفة، وما صرفوا عليه فهو لهم، وذلك بتسجيل القتل. قال الترمذي وقال حبيب الغريب وعنه الغريب من فرد بروايته واحد. فلو قال الجاني، لو قال المجني ولي القصاص، لو قال ولي القصاص أنا ما أرضى إلا بمال كثير ولا أبقتص، يما تعطوني مالا كثيرا وإلا أبقتص، أعطوني 2 مليون ريال أو 3 ملايين ولا أبقتص، نقول ما يخالف إذا تصالحوا، ما يخالف يدفعون له ما شاءوا بدلا عن القصاص. أما إذا عفى عن القصاص، قال القصاص ما أبغاه، نقول مالك إلا الدية. إذا عفى عن القصاص فليس له إلا الدية التي قدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يعفو عن القصاص وقال لابد من القصاص أو أنكم تفدون هذا بما أريده أنا من المال، فإن له ذلك ولو زاد عن الدية. نعم. وعنه أنها أرباح رواه جماعة عنه، واختارها الفراقي. لما روى الزهري عن السائب بن يزيد قال: كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 25 جذعة و25 حقة و25 بنت لبون و25 بنت رخاء. هذه رواية. نعم. ولأنه قول بن مسعود والخليفة الحرامي. نعم. لأن في حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في قتيلي عند الخطأ قتيل الصرد والعصا 100 من الجبل، منها 40 خليفة في بطونها أولادها. والخليفة هي الحرامي، وقوله في بطونها أولادها تأكيد. معروف أن التي في بطونها أولادها تسمى عشرة، وإذا العشار عطلت، وأما الخلفة في عرف الناس فهي التي تحلب. نعم. لكن ربما يكون هذا عرف في القديم. نعم. مسألة، وتكون حالة بمال القاتل. دية العمد تكون حالة، يجتمع فيها أمور. أولا التغليظ، أنها تغلظ فتكون أثلاثا كما سبق. ثانيا أنها تكون على الجاني ولا تكون على العاقلة. ثالثا أنها تكون حالة. أما دية الخطأ فإنها تكون أرباعا كما يأتي، يعني مخففة بعدة أنواع، أنها مربعة وأنها على العاقلة وليست على الجاني، وأنها تكون منجمة أقساطا، ما تدفع مرة واحدة وإنما تدفع أقساطا. أما دية العمد فهي مغلظة بأمور: أولا أنها على الجاني وليست على العاقلة، ثانيا أنها أثلاث، وثالثا أنها حالة. نعم. لأن الجاني لا عذر له، فيتحمل جنايته، بخلاف الخطأ فإن الجاني معذور والخطأ يكثر، فلذلك تدخله المواساة، تدخله المواساة والتخفيف.
ربما يقول أحد إذا كان غير متعمد ومخطئ فلماذا فيه ضمان؟ لماذا فيه دية والخطأ معفو عنه؟ نقول لأنه لا يهدر المقتول، فالخطأ معفو عنه من ناحية الإثم، من ناحية الإثم. أما حق الناس فهو ما يسقط، لذلك يضمن فلا يهدر المقتول. نعم. مسألة وتكون حالة بمعنى القاتل أجمع أهل العلم على أن دية العبد تجب في مال القاتل لا تجدها عاقلا. نعم. قال ابن المنذر وهذه قضية الأصل أن بدل المتلف يجب على المتلف. الأصل أن ضمان المتلف يكون على المتلف، لا يجني جان إلا على نفسه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا هو الأصل. وإنما خرج عن هذا الأصل دية الخطأ لأن الخطأ يكثر، ولأن الجاني معذور ولا إثم عليه لأنه مخطئ، ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، فلا يكون عليه ضمان، وإنما يكون ذلك على عاقلته لئلا تهدر النفس المؤمنة التي قتلت خطأ. نعم. قال ابن المنذر هذه قضية الأصل أن بدل المتلف يجب على المتلف. نعم. فأصل الجناية يختص بالجاني، وإنما خلف هذا الأصل الخطأ فشبه العام تخفيفا عن الجاني، والعامل لا يليق بحالة التخفيف بحاله، الجاني لا يناسبه التخفيف بل يناسبه العقوبة المتعمد، أما المخطئ فهذا ليس له قصد ولا إرادة في الجريمة، وإنما وقعت منه خطأ فلا إثم عليه، ولكن عليه الكفارة هو وعلى عاقلته الدية. عليه الكفارة، كيف تجب عليه كفارة وهو ما هو متعمد مخطئ؟ نعم، صيانة للدماء واحتياطا للدماء، ولئلا يتساهل الإنسان يقول ما دام الخطأ ما علي شيء يتساهل في الأمر، فإذا علم أنه يوجب عليه كفارة يعتق رقبة ولا يصوم شهرين فإنه يلزم الاحتياط. مثلا سايق السيارة لو قيل له إنسان اندعست أحد خطأ ما عليك شيء بيروح يتساهل، لكن لا قيل له عليك كفارة عتق رقبة ولا صيام شهرين بيروح يحسب ألف حساب ويتحرز. فالله جل وعلا حكيم، لأن الأنفس لها حرمة ولها قيمة، يتساهل فيها ويقول هذا خطأ وخلاص، ويقول ما علي شيء ما دام أنه خطأ ما علي شيء ويتساهل. نعم. لا يجب بحاله التخفيف فيرفع على الأصل. نعم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يجني جان إلا على نفسه، إذا ولقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. ولا يؤجل مثل دية الخطأ. نعم. كان حالا كالقصاص وأرش الجناية في أرواح العبد. مسألة. فيتلخص أن دية العمد مغلظة من وجوه، أولا أنها تجب على الجاني لا على العاقل، ثانيا أنها مغلظة وليست مخففة مثل دية الخطأ، وثالثا أنها تجب حالة بخلاف دية الخطأ فإنها تكون أقساطا تقسط على العاقلة. نعم. مسألة. وإن كان شبه عمد، شبه العمد كما تقدم يقصد الجناية، هو يقصد الجناية لكن لم يقصد القتل، كأن يضربه بعصا أو بحجر صغير أو يضربه بكفه، هو متعمد الجناية لكن ما تعمد القتل، ما درى أنه بيفضي هذا إلى القتل،
فهو شبه عمد وليس عمد. العمد إذا تعمد القتل وكانت الآلة صالحة للقتل، اجتمع فيه أمران، صلاحية الآلة للقتل ووجود القصد والتعمد، هذا هو العمد. أما شبه العمد تكون الآلة غير صالحة للقتل ويكون هو لم يقصد القتل، هو تعمد الجناية لكنه لم يقصد القتل، وإنما قصد الدفاع مثلا تأديب، أو قصد إيلام المجني عليه، لكن قصد دون القتل، لكنه حصل به القتل، فصار شبه عمد. شبه عمد من ناحية فيه قصد وليس عمدا، لأن فعله لا يصلح للقتل عادة. نعم. يعني أسنان الإبل هي شبه العمد، تكون مثل العمد مثلثة في أسنان الإبل. نعم. لما روى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في قتيل عمد الخطأ، قتيل الصوت والعصبة، مئة من الإبل فيها أربعون خليفة لبطونها أولادها. طبعه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. وعنه أنها تجب أرباعا مثل الخطأ، ودليلها حديث السائل بن يزيد، لكن المذهب أنها مثل العمد. نعم. ودليلها حديث السائل بن يزيد وقد سبق أسهله، وهي على العاقلة في ظاهر المذهب. دية شبه العمد، دية شبه العمد تشبه دية العمد في أنها مغلظة، وتختلف عنها في أنها على العاقلة وليست على الجاني. نعم. وهي على العاقلة في ظاهر المذهب، واختار أبو بكر بن عبد العزيز أنها على القاتل. نعم. اختار أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال. نعم. أنها على القاتل في ماله. نعم. لأنها موجب فعل قصده. موجب. لأنها موجب فعل قصده. نعم. فلم تحمله العاقلة كالعمد المحض. لأنها موجب قصده. نعم. لأنها موجب قصده. نعم. فلم تحمله العاقلة كالعمد المحض. نعم. ولأنها دية مغلظة أشبه دية العمد. هذا قول في المذهب، أنها أيضا مثل العمد في أنها على الجاني، لكن المذهب أنها على العاقلة، أنها ليس فيها عمد، وإنما هي يعني اجتمع فيها خطأ وعمد، فيغلب جانب الخطأ فتكون على العاقلة. نعم. اقتتلت يعني تضاربت، الاقتتال معناه التضارب، فوجد فيها رجلين يقتتلان يعني يتضاربان، والمصلي إذا جاء أحد يمر من بين يديه ومنعه ولم يمتنع فليقاتله، ما هو معناه يأخذ سلاح أو يرميه أو يضربه بسيف، لا، يقاتله يعني يضربه لأجل أن يندفع. نعم. يعني تضاربتا، هاتان جارتان تضاربتا فقتلت إحداهما الأخرى بحجر وقتلت ما في بطنها، هذا شبه عمد، لأنها قصدت الجناية ولم تقصد القتل. نعم. وقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. هذا دليل المذهب، أن دية شبه العمد على العاقلة. نعم. يكفي، نقف عند شبه العمد. رجل
نعم، لأن الأولى الآلة تصلح للقتل، الآلة تصلح للقتل والجناية تصلح للقتل، صارت عمدا. أما الثانية وهي الضرب بعصا، هذا ما يصلح للقتل، العصا بالعادة ما يقتل. نعم، فإذا قتل صار شبه عمد وليس عمد. نعم. المجني عليه أو الجاني؟ المجني هو اللي يدفع. إذا دفع الإبل يلزم قبوله، لأن هي الأصل. فإذا قال بدفع الإبل 100 إبل الله يقوي طيب، فأصحاب الدية يبيعونها في السوق، وما يكون هذا بعد أحسن له. نعم. ها؟ لا، هذه أثمان للإبل. أي هذا أنا قلت لكم فيه خلاف، هل هي أصلاً واحد ولا 5 أصول؟ الصحيح أنها أصل واحد وهي الإبل، وأما ما ذكر معها فهي أقيام لها في ذاك الوقت. نعم. إذا صاروا ما يريدون الإجحاف يخلونه يقتص، صاروا ما يريدون الإجحاف يخلونه يقتص من قريبهم، إذا صاروا يفدونه الفدية تجوز بالقليل والكثير، يتبع الصلح، أن هذا صلح، الصلح جائز بين المسلمين بأي مبلغ، إذا صاروا ما هم تافعين يخلونه يقتص. نعم. أي شيء؟ نعم، كفارة يعدل إلى الصيام، يعدل إلى الصيام، إذا فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين، هذا نص من الله سبحانه وتعالى، من لم يجد الرقبة ما عنده مال يشتري، ولا الرقبة أصلا غير موجودة ما في عبيد، يبقى الصيام، الله جعل بديل وهو الصيام، وليس هناك شيء ثالث. نعم. نعم. وفيها أرش عبيد، فيها أرش في العبيد. نعم. نص العلماء على أن المؤدب، على أن المؤدب لا ضمان عليه، لأنه مأذون له بالتأديب، فإذا أدب الولد ونتج عن ذلك ضرر بالعضو أو حتى بالموت فلا شيء على المؤدب، لأنه مأذون له بالتأديب، إلا إذا جار في التأديب وتعدى عليه الضمان، أما ما دام تأديب في حدود المشروع فلا ضمان عليه. نعم، المؤدب والطبيب ليس عليهم شيء، لأنه مأذون في عملهم هذا، والقاضي كله مأذون لهم، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. نعم. مدرس مؤدب. نعم، يدخل في المؤدب. نعم، دية تكون من دية الخطأ، تكون على عاقلته. نعم.
ولا سن البلوغ لا يقام عليه الحد ويقام عقد المسيح عليه، فماذا عليه؟ المجنون والذي لم يبلغ عمدهم خطأ، عمدهم يعتبر خطأ، يكون فيه الدية على العاقلة ولا كفارة عليهم لأنهم لم يبلغوا، ولا تجب التكاليف إلا على البالغ، لا كفارة عليهم والدية تكون على العاقلة. نعم. كل شيء مأذون فيه فإنه غير مضمون، تنفيذ القصاص مأذون فيه، وإذا نفذه غير المستحق لأن وكله صاحب الحق فالوكيل يقوم مقام الموكل، هذا مأذون فيه. نعم. هذا يرجع فيه إلى حكم الحاكم، لأن تارك الصلاة متعمداً فيه خلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف، فإذا حكم الحاكم بكفره فلا قصاص، وإن لم يحكم بكفره وجب القصاص، يرجع في هذا إلى المحكم. نعم. إذا كانت الجناية دون المفصل فلا قصاص، وإن كانت من وراء المفصل فللجاني الخيار، إن شاء يأخذ الدية وإن شاء يقتص من المفصل لأنه دون حقه، لأنه دون حقه. نعم. القصاص لا يسمى حدا، ليس هو حد، وإنما هو حق لأولياء المجني عليه أو للجاني إن كان حيا، وليس بحد، ولذلك رغب في العفو عنه، وأما الحد فلا يجوز العفو عنه، لا يجوز العفو عن الحدود، ليست محل العفو، لازم من تطبيقها. نعم. وضيئة الشيخ أفضل الله شخص آخر فيه أرش، فيه أرش حسب ما نقص من الكلام، لأن الحروف 28 حرفا حروف الهجاء، فتقدر القيمة على عدد الحروف، فما نقص من الحروف يؤخذ بدله من الدية. نعم. قالوا إذا مات إنسان بزحمة جمعة أو زحمة الجمرة أو أي زحام، هذا لا ضمان على المزدحمين، وإنما يكون الضمان من بيت المال، يودى من بيت المال. نعم. قلنا إن القود ليس حداً، وإنما هو حق لأولياء القتيل أو للمجني عليه إن كان حياً، فالقود ليس حداً وإنما هو حق مخلوق، ولذلك رغب في العفو عنه، قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، العفو مرغب فيه في القصاص، ليس حدا وإنما هو حق مخلوق، ومن تصدق فمن تصدق به فهو كفارة له، تصدق به يعني عفى عن الجاني
اعتبر الله ذلك صدقة، صدقة من العافي على المعفو عنه، أو صدقة من العافي على نفسه، تصدق بذلك على نفسه فهو كفارة له. الحاصل أن القصاص ما هو حد، وإنما هو حق مخلوق، ولذلك يدخله العفو. وأما الحد فإنه حق لله سبحانه وتعالى، فلا يدخله العفو، ولا يجوز أخذ المال بدله، لا بد من تنفيذ الحدود إذا ثبتت، ولا يجوز العفو عنها ولا الشفاعة فيها. إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. فتشفع في حد من حدود الله، لما أراد أسامة أن يشفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم في حد سرقة غضب عليه، مع أنه يحبه حبا شديدا ويحب أباه زيد بن حارث، لكن لما أنه أراد أن يشفع عند الرسول في الحد غضب عليه وأنكر عليه، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ لا يجوز الحد، لا يجوز التهاون فيه، لا بالعفو ولا بأخذ المال ولا بالشفاعة والتوسط فيه. نعم. إذا كان بإهمال من الجاني يعتبر شبه عمد، أما إذا ما فيه إهمال من الجاني إذا كان ما فيه إهمال من الجاني أصلا فهذا ما فيه شيء، لأنه ليس من فعله، هذا قضى وقدر. أما إذا كان بإهمال متعمد من الجاني يصير شبه عمد، وأما إن كان بإهمال غير متعمد فيكون خطأ. نعم. يفرض أن هذا الشخص عبد، كم يسوى؟ لو كان عبدا كم يسوى؟ يفرض فرضية، ما هو من شرطه يوجد عبيد، لكن يفرض فرض، لو كان عبدا يباع ويشترى كم يسوى وبه الجناية؟ فيقال يسوى كذا وكذا. فيقال لو كان سليما كم يسوى؟ يقال كذا وكذا. فينظر بين القيمتين، أما كان بينهما من فرق فهو الأرش. نعم. الوشر والتفلج هذا منهي عنه، وهو من كبائر الذنوب. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن، فلا يجوز برد الأسنان من أجل التجميل، إلا إذا كانت الأسنان معيبة ومتفاوتة وتحتاج إلى علاج وتحتاج إلى إصلاح، هذا من باب العلاج ما في بأس. أما إذا كانت سليمة ولا فيها عيب، ولكن تريد المرأة أن تفلج بينها، تجعل بينها فتحات من أجل التجمل بزعمهم، فهذا هو المحرم، وهذا هو الملعونة من فعلته. المتفلجات للحسن فدل على أنه إذا كان لغير الحسن وإنما هو من باب العلاج والحاجة فلا بأس بذلك. لا يا أخ، المتوفى عنها عدتها 4 أشهر و10 أيام مطلقة، سواء كانت تحيض أو لا تحيض، كبيرة أو صغيرة، 4 أشهر و10 أيام مطلقة في كل الزوجات المتوفى عنها. قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هذا عام، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، إلا إذا كانت المتوفى عنها حاملا فعدتها بوضع الحمل،
طويلة كانت أو قصيرة، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا عام في المتوفى عنها وغيرها. نعم. حتى القبور أيضا. نعم. هل يعتبر هذا مضاف لأنهم يعرفون أصحابها خاصة الغارقة حديثا ولمن يدفع الخمس؟ إذا كانت هذه الأموال لمسلمين فحكمها حكم اللقطة، أما إن كانت هذه الأموال لكفار فإنها لمن وجدها ويدفع الخمس لبيت المال، لبيت مال المسلمين. نعم. ولكن لا يجوز نبش القبور من أجل البحث عن ذهب، ما يجوز هذا، حتى ولو كانت قبور كفار ما يجوز. القبور لا تنبش ولا تحفر. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.